مش حاجة نجاح. معرفش. مالك يا ياك سليمة يا مالو عيل أعمى وحمار؟ حد يمسك في حديد الموز يكشك عن حش رقبتك. أصل الواد خرع مش هترجل منكم كلكم. أنت بتحاميله يابا على الفاضية والمليانة، ودي حي الخرع ما يستحملش قلب. تحب أفرجك؟ أقطع رقبتك لو قربت. خلاص يابا أنا الغلطان، مسكت الهوا. أقول لك أهو بيمسك الهوا. غيظكم بعلام. الوحيد فيكم اللي معاه دبلون، وأنتوا أحسنكم يا دوب يفك الخط. بلا خط بلا كارت يا حاج بقى. إيه؟ ما أنتش فالح غير في قلة الأدب. سايب مرتك وعيالك في البلد ودايرة تصارمح مع الحريم. ده أنت هتتشوف نار جهنم. وريني يا واد. إيه؟ الدكتور مؤنس يلا. ده خدش بسيط، ما تقلقش. صاحب اخواتك يا شحاته، سيبك من ابوك. الله العظيم بعمل كده يا دكتور، هم اللي ما عايزينش، واللي ما اجي اطلع معاهم يمشوني بعيد عنيهم. صح، الركع المعون. ان كان خال الخال زين، الواد وخاله يزينوا القبائل. ما تتفرتش كده يا عجوز، ابوهم واحد، الركع العصب. صاحب اخواتك يا شحاته علشان ما تتعبش. متشكرين يا دكتور. يلا يا واد. حجاج أؤمر يا دكتور. لونك مخطوف يا حجاج، بطل تاكل لي علشان صحتك. سلمها لله يا دكتور، تصبح على خير. واه يا حشمت، أبي هي لعب أخوك حشمت. واه واه يا نجاح، مالكيش راجل تسأل عليه. كل مات كلوا القطر. وانت حتكون محتاج ايه؟ ما انت ملطوع طول النهار قدام الدكان، واكل شارب نايم، واولادك براعيهم طول النهار والليل. ماشي زي اللي فيا وعايرين يا بت. بكره تعرف ان انا اللي باجي لك يا هم. تنسيش تجيبي طفح نطفحه. اتكسفت انشر دول. الواد سيد واخواته واقفين على السطح اللي قصادنا. سيد واخواته؟ بتختشي قوي يا بت. لا لا لا، ده انا محترمه قوي. يا حاج قولي لي. انا بستغربك قوي يا بنت يا نجاح، بقى بعد كل العشاء والعيال دي لسه مش طايقه علي. عامل ايه نطر؟ لا نافع رج ولا طار. يبقى لسه بتحب اخويا كرم. جت حش بطنه هو الاخر. ده انا كان ناقص احب على يده عشان يتجوزني. هو شحاته اتاخر في النوم كده ليه؟ ما تتلهفيش جا دلوقتي يصحى. جبنا بسيرة القط. قصدك اسد. وقف يا وقف يا مريض. استعمال اقول ليه وانت واقف عندك بتتفرد؟ وحياه امك اللي خليك تلم جزازها. سامح يا معلم كرم. وحياه بيسه. خلاص حلفتني بالغاليه. خلاص غور يلا طريقك قالي. انا قابل يا معلم، بس دي قرصه ود بس. اتهرج يا كرم. ما هرجش يا كرم. ده انا حبايبك ليه؟ وانت ضربته ليه يالا؟ لا انا مش هتكلم الا قدام الاستاذ مفيد فوزي. انت هتهزر يا رحمك. طب ممكن اضرب تليفون؟ هتكلم مين يعني؟ لا بتوع الدكرموتيه قالوا من حق المواطن يضرب تليفون. طب اضرب يا اخويا. ايوه عيد، ادبت الدلاليب وعدبك الخياط خد منك كام؟ ليه هم كام دلابيه؟ لا يا واد عمي كده ضحك عليك في 30 جنيه. انت تروح تديبهم منه بما يرضي الله، لو ما رضيش طربق الدكان على دماغه وهاته في الجسم. انا قاعد مع البيت ظابط. لو النبي يا اخويا. واحد اسمه حجاج عايز سيادتك بره يا باشا. خليه يتفضل يا ابني. السلام عليكم يا بيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا هنعمل محضر صلح يا بيه بعد اذنك. كرم وجعران اخوات ما يستغنوش عن بعض وانا ضامن. موافق على الكلام دوت يا ابني؟ اللي تشوفه سعاده الباشا. علي 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 اسلام يا بنت منك ليها. قيام جلوس. تعالي انت. بقول لك ايه يا حاده، هو الشباك ده ما يديش يمين شويه؟
شقه ابو سرم اللي جنبنا شباكها يمين، بس هو ابو سرم مش هيرضى دخل. باب العمود ده ما يديش يمين شويه، باب شمال، باب يغور في داهيه. طعن انت يا ابو شعر حرير، عبرني ورد عليا. ما تحترم نفسك. ايه انا كلمت الجناحيه اوصلك ببلاش؟ ايه يا بهايم ده؟ ما تعرفوش تسوق، تركبوها ليه؟ انا ما اعرفش اسوق يا ابن الدزمه، ده انا اللي مشيت بظهري عمر اهلك ما مشوش قدام. يلا يا ابو روح، يلا في داهيه يا صباح الدمان. تعالي اعمل لك مفاجاه. اعمل لك فرح، الناس كلها تضيف في سيرته، فرح واطي واطي يعني. احنا هنتجوز فين يا كرم؟ انا عندي مطرح بدورة ميه وقدامهم فسحه ينطروا فيها ورا بعض. بس المطرح ده بتاعك انت واختك، انا عايزه حاجه بتاعتنا احنا. ايوه ما اختي دي لازم انها تتجوز. انت ما بتشبعش من الزرع؟ ما انت ساكن في فيلا كلها شجر. مش بتاعتنا، احنا شغالين فيها. بأمر الدكان شحاته يا شحاته؟ الاسم بس، الدكان وكل حاجه بتاعت الدكتور مؤنس، يعني احنا عايشين فيها عواله. نفسي ارجع بلدنا. سعيده يا رسول الله، هو في حد ساكن في حتته دلوقتي؟ مش عارف، يمكن بحس احسن في الصعيد، مع اني برضك ماليش حته هناك. الدنيا ما هي واسعه حوالينا اهي. هي ليه بقى مستقره يبقى عندنا متر واحد يبقى بتاعنا؟ عارفه يا بنت ايه الاهم من الملك؟ ان يكون ليك حد في الدنيا تحبيه ويحبك، تخافي عليه ويخاف عليكي، يبوسك ويبوسك. الساعة خلصت يا شحاتة. يا بقرة، واحنا مجرين عجلة؟ لو حابب خد ساعة تانية. لا يا اخويا تشكر، دي القعدة هنا أغلى من السيمة. هو احنا لاقيين الفلوس؟ يلا بينا يا شحاتة. يا بت استنى ناخد ساعة تانية. يلا بينا نتمشى في أبو بلاش أحسن. خطي حلو؟ معرفش. يبقى ما عجبكش خطي. لا بس أنا معرفش أقرأ، أنت لازم تحرديني يعني. طب وإيه يعني؟ ما أنا كمان ما بعرفش أسوق. خلاص، يبقى اتفقنا. أنت تعلميني القراية والكتابة وأنا أعلمك الصياغة السواقة. اللي أقول يا كرم. إيه؟ هو انت بتعرف ازاي كل اللي بيحصل في الفصل بتاعي؟ اصل مخاوي. طب ايه رايك بقى ان الجن بتاعك ده اونطه؟ ليه عمل ايه؟ اصل حصل حاجه في المدرسه النهارده انت ما تعرفهاش. حادث ايه؟ مدرس حاول يحط ايده على ظهري. ايه؟ بس انا ما سكتش، نفضت ايده ومحترم نفسه على طول. وعمل ايه كمان؟ معايا ولا حاجه، بس هو كده متعود يعاكس كل البنات. اسمه ايه المدرس ده؟ مسعود. واسمه ايه؟ مسعود. يطلع عين امه، هي حصلت يعاكس بنات من كد عياله؟ اسمه ايه المدرس ده؟ مسعود ده؟ ايه؟ بيشتغل ايه المدرس ده؟ اطلع يلا روحك يلا يلا. هو ليه اخوك كرم كل ما ابويا يفتح له الموضوع بتاعنا يعمل عبيط ويتهرب من قرايه الفاتحه؟ بصراحه يا شحات اخويا كرم خايف، عايز يجوزني لواحد صاحب ملك. على اساس انه صاحب املاك. ما هو ده اللي بيقوله، احنا غلابه ومش ناقصين غلبه على غلبنا. هنتجوز يعني هنتجوز؟ برضاه غصب عنه هنتجوز. ها يروح في 60 داهيه يضرب دماغه في اقرب حي، ولا الناس ابويا عمل معاه ايه؟ لا يا شحات اخويا ما يستاهلش مني كده، المثل بيقول إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. أخويا كرم ما عملش كده، لما جه السيل على بلدنا شالني تحت بعضه زي القطة اللي بتشيل عيالها بسنانها وأنقذ حياتي. خلاص طالما أنقذ حياتك يضيع بقية حياتنا. أنا مش قصدي يا شحاتة، أنا قصدي ناخده بالهداوة شوية.